شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. على وسط البلد يا اسطى. انا يا باشا شارع عبد العزيز. انا يا باشا بس انت شكلك مش غريب عليا يا باشا. يخرق من الشبه 40. اوه 40 70 قول مليون. الله اكبر. اخزر انا مش فاهم بس انا مش عارف يا باشا الناس دي متصربعه على ايه. نفسي افهم يا باشا الناس دي رايحه فين وجايه منين. ده الطخين في البلد يا باشا دلوقتي بيدحرج بطيخ. المشوار اللي كان بيتاخد في 10 دقايق دلوقتي بيتعمل في ساعه وفي ساعتين. يقول لك العجل كتر العجل كتر. اتفضلوا النبي. يقول لك بيهربوا البنزين والسولار. طب ما طبعا بلد ملهاش صاحب. وكل ما نطلع من نقره نقع في ضحضيره يا باشا. شعب غريب الاطوار. ما بيني وما بينك يعني انا واحد من الشعب ده وبقول لك احنا عايزين الحر. بس ليهم حل يا باشا. زلزال صغير كده يجي نص ساعه ساعه الا ربع هيجيب عليها وطيها وتقعد بقى سعادتك تنقي وتفرز. بس انت برضه شكلك مش غريب عليا يا باشا. يا سيدي الارواح بتتلاقى. يا سبحان الله فعلا الارواح بتتلاقى. دي ده النقط ده نصيب فعلا. انا ديك النهار كنت رايح اوصل واحد المجمع الخامس وماشيين لا بينا ولا علينا وهوب فجأة طب لا حد عارف يروح ولا حد عارف يجي. في ايه يا اخوانا؟ قال لك محاكمات. محاكمات ايه يا اخوانا؟ هو اللي بيروح بيرجع؟ في واحد قريب انت اخ مش غريب يعني عميد في المخابرات عارف قال لي ايه يا باشا؟ قال لي الناس ديت يجي لهم اكل من سويسرا بالمخصوص بالطيارات وبيوصل عندهم في السجن سخن سخن يا باشا. كل حاجة بقت في البلد صيني يا باشا. أنا خايف أروح البيت ألاقي الولية عينيها ضيقة وتصوصو وهي بتكلمني. إحنا ناس غلابة يا باشا. سبحان الله ربك عادل اسمه العدل. كل واحد بياخد حقه وكله بياخد رزقه 24 قراط كاملين. بس انت برضك يا باشا شكلك مش غريب عليا. اصل كنت عامل تمثيليه في رمضان اللي فات. عسل يا باشا والله عسل. على فكره انت كيوت قوي يا باشا مع انك قاعد ساكت بس بتطلع بحاجه. عارف يا باشا انا من ساعه ما شفتك كده لما ركبت انا حاسس بيك وبعدين شايفك خارج من الاسم. ما تاخذنيش يعني اخوك في شيء لله يعني. وبعدين بقول النصيحه بما يرضي الله وشهرتي حلال المشاكل والحل بتاعي مكشوف عنه الحجاب يا باشا. وانا اقول لك على حاجه ديك النهار وقفوني بالتين بالتين ما اقولكش يحلوا من على حبل المشنقة يا باشا ولابسين بقى المحزق والملزق والاحمر والاخضر والشفتشي والحلق اللي في المراخيم. وبعدين يا باشا
بيني وبينك يا باشا يعني ايه برضو يشدوا الاعصاب، احنا بشر برضك يا باشا. المهم خدوني مشوار كده لحد مركب في الزمالك. وصلت هناك يا باشا عند المركب دي وقالوا لي استنى هنا يا اسطى واللي انت عاوزه هنديهولك. قلت ماشي شغل بيزنس. قعدت خدت كوبايه شاي من الراجل ابو صفيحه اللي قاعد قدام المركب وقعدت شربتها. وانا قاعد كده شويه بالبسيطه يعني لقيتهم خارجين وشادين في ايديهم اتنين رجاله. سبيقوا فجأة يا باشا ان الاتنين رجالة جايين وبيطلعوا فلوس وعايزين يحاسبوني. ما بيني وما بينك الدم غلف عروقي صراحة، ما عجبنيش الوضع. انا كده بقى شكل وحش، انا اللي رايح موديهم. ما بيني وما بينك يا باشا اتضايقت، كلمة منهم على كلمة مني على ألم منهم رحت رايح سالخ العتلة الحديد من شنطة العربية وفيني وجعك ورحت مدور فيهم الضرب. الرجالة طلعوا يجروا زي الفراخ والبنات تصوت وتموت وتولول. ما بيني وما بينك رحت واخد البتين في العربية ورحت مركبهم. طلعت منين يا بت؟ قالت لي أنا غضبانة هربانة من البيت. وأنت يا بت؟ قالت لي انا جوز امي بيضربني وطردني من البيت. طب يا بنت اللي انتوا بتعملوه ده حلال ولا حرام؟ اللي بيتعمل ده يا بنت صح ولا غلط؟ بيني وبينك بالمسايسه وبتاعه كده حصل اقتناع. اقتنعوا يعني بالكلام اللي انا بقوله. والعيش والملح يا باشا. رحت مطلع ايراد اليوم كله اللي في جيبي ورحت مديهولهم. ما انت هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل ايه؟ ظروف بلدنا وظروف مجتمعنا والدنيا كلها خلطبيصه، هنعمل ايه؟ الظاهر كده انا ضايقتك يا باشا وحملتك كده هموم الناس وعمال ازن على ودانك وانا اسف يعني ما تزعلش مني. طخ يعني مش غريب، انا حبيتك والله. بقولك انت مالك يا اسطى؟ فين؟ خير يا باشا؟ مش عارف شايفك كده يعني زي وشك دبلان ولونك مخطوف كده وعينك مخربه. ايه؟ وشي مخطوف؟ دبلان وعينك مخطوف. مخطوف؟ مخطوف انت وشكلك تعبان. انت حللت قبل كده؟ عملت صورة دم شاملة؟ لا يا باشا لا، انا بحلل يعني عادي بس ما عملت صورة دم انت؟ لا صورة اصور الدم يعني ولا لا؟ زي تحليل فيروسات اللي هو بسي وبي وكل الكلام ده. انا باخد فيتامين سي. باخد فيتامين سي جامد يعني عشان البرد والحاجات دي انت عارف. انت ليك حد يعني من الدرجة القريبة في العيلة، قريب من الدرجة الاولى او التانية عندهم سكر ضغط؟ يا باشا يا ريت يا باشا يا ريت يبقى في حد عنده سكر ولا زيت ولا طخت حتى. اي حاجه تيجي يا باشا هتبقى حلوه. اصلا انا ليا واحد حبيبي يعني انت مش غريب. انت زي اخويا. عميد في كليه الطب. حبيبي يعني زي ابن خال امي كده. حلو حلو ده. كان بيكلمني في ان في امراض النهارده منتشره في قلب المجتمع. في امراض في في فيروسات. فانا قلقان عليك. ستر يا رب. قلقان عليك جامد. ليه يا باشا؟ بس ما انا زي الفل الحمد لله. شوف وشك من ساعه ما شفته كده حاسسني بقلق. قلق ليه يا باشا؟ ده انت حبيبي يعني، ده انا حبيتك زي اخ ليه. لا عينيك صفرة. ما باشا يمكن من الارهاق، مرهق من التعب، ما بنامش يا باشا. امال اسدد قصات العربيات ازاي؟ لا ما تقصرش في حق الناس. 48 ساعه في الاربعه. لا لا ده انت اخويا. بص انا بقول لك نصيحه بما يرضي الله، ربنا يكرمك يا باشا. لازم تروح تكشف. فيروسات خطيرة جدا. لا حول. على جنب بس يا اسطى دقيقتين بس اجيب حاجة من المحل ده. عناية يا اخويا، انت تأمرنا يا اخويا. اتفضل. حتى يا اد لو انا اقتنعت بكل الكلام اللي انت بتقوله، بس برضه الحياة فيها مسؤولية، اكل وشرب وبقى عندك عيل اسم الله عليه، محتاج تربية ومحتاج مصاريف. أنا معاك بس هنعمل إيه؟ المشوار طويل.
ولازم نكمل. في ناس ماتت وناس اتسحلت، بس انا معتقد ان الفتره اللي جايه ممكن تبقى افضل. على ما اعتقد هنقدر نعمل حاجه والدنيا تبقى افضل وهنلاقي شغل والدنيا هتبقى احسن. يا رب هو حد يكره ودي زيزو خطى لعلك بالسلامه من السجن اللي كان فيه؟ على الله بقى تحطوا ايديكم في ايد بعض وتشتغل ان شاء الله. بس انا عارف ان زيزو هيخرج تعبان مش زي الاول. ان شاء الله كله يبقى كويس. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. ازيك يا ابني؟ ازيك يا حبيبي؟ يا خالتي. ازيك يا ماري؟ ازيك يا خالتي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه؟ انت مالك واكله حالك كده ليه؟ هتفضلي مستنيه على الباب كده؟ خش استني جوه. وبعدين انت هتفضلي واقفه كده؟ ده انت على رجلك كده من صباحيه ربنا، ما ينفعش. خس عليك يا عبد العزيز كده، تحرمني من زيارتك المده دي كلها. طيب اما اشوفك يا ست الكل. ما انت فاهمه هو صعبان عليك شوفيه بالشكل ده وهو دماغه ناشفه، هنعمل ايه بقى؟ خش استني جوه، مش هتفضلي واقفه على العتبه. مفيش فايده يا اياد، هي مش هترتاح ولا يهدى لها بال غير لما تشوف زيزو اسم الله عليه قدام عينيها. سبحان اللي صبرك طول سنين السجن. بقول لك يا اياد، خد مراتك وروح بيتك عشان خاطر عبد العزيز الصغير. حاضر، بتطرقينا طفطف، عيش اللحظه. ماشي. بقول لك ايه يا اياد، امن على بخيت عشان يروح يجيب الواد من المدرسه. ها انا قايله له. حاضر عيني. وقول له ما ينساش الكارت اللي هيسلم بيه الواد من المدرسه. ها اوامرك. خش بقى يلا. حاضر. عايزه حاجه يا خالتي؟ يا حبيبتي ربنا يرجعه لك بالسلامه. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. مالك عم زكريا مسايم كده ليه؟ ده ما بقالوش ساعتين ثلاثة خارج. على قد ما أنا فرحان لهروبه، على قد ما هو قاطع فيا غيابه عني. خد 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 روق. ما أنت ياما ورد عليك ناس كتير، ذهاب وإياب. صحيح. ورد كتير كتير يا شعلان، بس عبد العزيز ده أنا ما لقيتش زيه. ربنا يكرمه ووسع رزقه ويديره على قد نيته يا رب. وأنا ما حلش محله عم زكريا؟ حل، ويا ريت تحل على السماء كمان شوية الحلوين دول. شاكين على السيجارة كده عم زكريا؟ وأنا اللي أقول إن أنت حبه؟ توكل دلوقتي مع دماغي شوية بس. الله يسامحك عم زكريا. اللهم صل على النبي يا باشا، ايه الابتسامه الجميله دي؟ الله اكبر، هو انت عندك عيال؟ اخوك العبد لله الفقير عنده ثلاث بنات، اروى ومروه وجودي. اه عشان كده في عيلتنا مسميني ابو البنات. بس خلي بالك البنات دي برضه كلها رزق. ايه ده يا باشا؟ دي الاسعار كلها نار يا باشا. انت بتشتري ايه يا باشا؟ الاسعار مولعه نار. يا باشا ما هو مفيش استيراد ولا في تصدير برضه. بس خلي بالك بقى يا باشا، ها البلد ديت هتقف على رجلها تاني واللي جاي احلى. مش العين عليها حارس يا باشا؟ امال ايه؟ خلي بالك يا باشا احنا طول عمرنا ماشيين ببركه ربنا. امال ايه؟ انت فاهمني ولا ما تديني كلاكس يا باشا ولا حاجه؟ ايه ده عجبتك العجله دي؟ هذه هي الدراجه. ايه يا باشا؟ بقول لك ايه، بسم الله ما شاء الله، لعب وحاجات وحبشتكنات. ايه ده؟ مش هو ده جراندايزر؟ هو الراجل ده بتاع القفا الملتهب طخ. ايه يا باشا الحلاوه دي؟ الخواجه ده ابن حرام يا باشا، بيعمل الحاجات دي في الافلام وبعدين يرجع يبيعها لنا تاني. ما هو من دقنه وفتله. البت اروى بنتي طول الليل قاعده قدام الكرتون نتورك وقدام محطه السبيستون، ما بتنامش غير الفجر يا باشا، واجه صحيح عشان تروح المدرسه الصبح ما تقومش غير بضرب الجزمه. حكم انا بعمل دوره مدارس الصبح، حاجه كده تساعد على المعاش بتاعت الحياه يعني. امال ايه يا باشا؟ حياتنا صعبه يا باشا. يا باشا باشا باشا. ايه يا باشا؟ هتاخد لهم المصاصه دي يا باشا؟ انا بناتي بيحبوها قوي يا باشا، بيعشقوها. بيقول لك فيها بخت يا باشا، وهي على كده ولا فيها بخت ولا فيها نيله. خلاص وعاد في بخت، ما بقاش في بخت زي بتاع زمان يا باشا. عايزك تلفني دي كده لوحدها للوسطى. حاضر. ليه انا؟ هديه مني لبناتك يا سيدي. يا باشا بس ملوش لازمه يا عم، ولا تلف ولا تنايل، خلي الكيس ده بفلوس تسلم على خير. استنى يا باشا. مؤاخذه
بدا رايحين فين يا في المدرسه وزمانه جاي يا ضمان. يعني ايه يا حبيبتي يا امك في المدرسه؟ ما انت عارف ان انا جاي. ما عندناش حد غير من المدرسه. مالك يا فتان كده يا حبيبي؟ هو ما كانوش بياكلوك في السجن ولا ايه؟ انت خليتي فيها سجن يا امه. ما انا جيت لقيتك عامله سجن لنفسك اهو. اعمل ايه بس يا ابني؟ الدنيا ما بقاش فيها امان. انا هعملك كل الاكل اللي انت بتحبه وهاكلك بايديا زي زمان. انت اللي مصحيك بدري كده مش عادتك يعني؟ ابدا حابب امارس دور الاب بقى واطمن على كل واحد. خد ايه ده؟ فلوسك. وبعد كده عايزك لما تيجي تطلب تطلب مني انا مش من امك. ايوه بس دي 10 جنيه بحالها. ما هي دي بقى اول 10 جنيه اكسبها من شارع عبد العزيز بعد ابوك الله يرحمه مسافر. خد بقى يا جدع خد ده انا اخوك الكبير هتعمل لي فيها ضيق خد الله. انا كنت بعزم معاك الصينيه يا ابو والله ده انت عوضتني عن العمر وهمه وشفت الدنيا في عينيك ومعاك جبت الولد ودكت الحب وحلاته وكلت الشهد من ايديك عارف اني عشقتك ولا لا يا ولد خالي ليه؟ ليه دي الحياة هي حلوة قدامك سيبني الواحد بعد دقيقتين تعال طل علي مش هسيبك ولا دقيقة أنا جنبك هنا وهطل عليك كل لحظة فاهم؟ لك الحمد ولك الشكر كتبت لي عيشة جنب اللي حبيته وعطتني فضل أكتر من اللي حلمت بيه بكتير وحياة حبيبك النبي لو انهم زي الموت عايزاك تكتب لي اني اشوف الاحلام الاخضر وانا ما طلباش كتير نفسي كل يوم اشوف عبد العزيز وحبيبي عبد الرحيم غير هدومك بسرعه عقبال ما اعمل لكم الغدا واوعى تعمل دوشه عشان ابوك رجع من السفر ونايم بابا الف حمد وشكر ليك كده على طول يلا يا عم ماشي يا سيدي يلا حليبي يا لبن هو انت تقلت كده ليه يا قط انا كنت باكل كتير عشان اغلبك غريب انا انا تغلب مين يا قط اغلبك انت طب العب رست يا ابن اللذين هجيبك هات بصري 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 وحشتني قوي وانت كمان وحشتني قوي
بتحبني؟ قوي قوي. قد ايه؟ اكتر ما انت بتحبني بكتير. كداب والله. انا بموت فيك. تعرف انا جبت لك ايه؟ ايه؟ استعجلتش على رزقك. استعجلتش على رزقك. ايه رايك يا معلم؟ دي حلوه قوي. شنطة عدة عمره ما ممكن يحلم بيها. يا حبيبي يا بابا. وخليك ليا يا حبيبي. يا حبيبي. صحيح هو انت كنت فين؟ ما قلت لك يا مضروب كان مسافر. ايوه يعني كان مسافر فين؟ كان مسافر سويسرا. سويسرا يا مضروب. سويسرا. يلا يا امي بسم الله. والله وحشنا اكلك يا امي. مطرح ما يصير يمر يا حبيبي. خد يا حبيبي، خد امسك بايديك. قولي يا امي بقى الدنيا عامله ايه؟ بالك انت لما كنت في سويسرا. لا يا امي انت هتزلني ولا ايه؟ ولا بزلك ولا حاجه. الله صحيح انت كنت بقى في سويسرا البلد ولا سويسرا المحطه؟ كل يا حبيبي كل. اهدى كل جرح قلبي. وبر الشارع يا امه. شارع عبد العزيز انت لو رحت دلوقتي مش هتعرفه. اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. عارف الدنيا. بس والله انت جدعه عملت تغيير شامل في قلب الشقه. ايه تغييرات؟ ده انا عامله لك الحمام بالسيراميكا. ايه سيراميكا؟ سيراميكا. يا سلام. ولا البانيوه؟ بانيوه. بتضحك. بتضحك. الولد ده انا مش عارفه اتفاهم معاه. تتفاهم معاه لما تقول له بانيوه وسيراميكا؟ ما لا اقول له ايه ده السيراميكا ايه؟ بتلالي وتلالي وتبرق وتلالي. هتعجبك يا حبيبي والله. بانيو وسيراميكا. سيراميكا. شايف الولد بتتريق عليا يا ولد؟ بتتريق عليا. ركز في البانيو مش كده السيراميكا. كل يا حبيبي. تسلم ايديك يا امي. الهنا والشفا مطرح ما يسر يمر يا حبيبي. الحمد لله. طيب انا اتوكل على الله بقى عشان اروح لاياد. اتوكل على الله. انت اكلت حاجه يا ابني؟ معلش يا اما لازم اخلص موضوع المحامي ده لحسن قلب لي دماغي. ربنا يفتحها في وشك يا ابني ويحدد خلقه قادر يا كريم. بقولك يا عبد العزيز. ايوه. ما تنساش تحلق دهنك كده عشان اشوف وشك اللي زي القمر ده. قمر بالستر. حاضر يا اما. يلا يلا يا مضروب يا بوص لسانن. امسك يا حبيبي. ايوه يا حبيبي انا مش شايف يا حبيبي. عبد العزيز طلع والنبي لاضد بقى زي الفل. هتلاقوا وتحلى ان شاء الله. اذا 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 جت الاسطوطه تقول لي نايمكم هنا. قومي اطلعي من هو يا ولدي. تقول لي نايمكم هنا. اطلعي انت هو تقول لي نايمكم هنا تحت المنصب. ها؟ يكونوا في اثنين نايمين وتعبانين وشقيانين ما ينفعش ان انت تعملي عليهم كده. ما ينفع اعمل عليهم. نايمكم تحت انتوا هنا. وانت كمان ايه ازعجناك ولا ايه؟ لبس ابوك على اليوم اللي مش فايت. طب اعملي له الكافيه بتاعه. كافيه في عينك انت. هو سلاحه جرى ايه يا بنت الكلب؟ لا انت ما بتعرفش ابوها بايدي على شبره. مين ابوها؟ دي مش متربيه وتستاهل يا ابني. يا عم ما تغلطش في ده. انت لو شفته جاي من الداسيه هتستجر تعدي من الداسيه التانيه. يا ابني اقفل النواصي كلها وما يعديش طالما مش محترمه. شبره
صادع الدبي. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إذ كنت ناسي أفكرك وإن كنت فاكر أنا الشيء. طب يلا اصلحوا بقى، افتكروا بقى بعيد عني بقى. افتكروا بقى، افتكروا بقى. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، ألف حمد لله على سلامتك يا زيزو. الله يسلمك يا ماري. والنبي يا زيزو، أنا كنت مستنياك بفارغ الصبر. يا رب بقى تعقل صاحبك وتقول له إنه عنده ابن لازم يشتغل عشان خاطر يعرف يربيه. ما اليوم ما بلاش والنبي شغل القرص ده، اتكلي على الله، الواد عايزك، اجري اجري. شاهد يا زيزو، كل ما اكلمه في حالنا ومحتالنا وهنعمل ايه وهنسوي ايه، يقلب لي وشه زي كره كفر كده. ده اللي فالح فيه. مش فالح لي غير في الاحتصامات وبس. ما تقولش اللي عمله عمله بالرميه في الشارع. خلاص يا ماري، ما انا جيت خلاص هستلمه وهديتي. الهي ربنا يخليك يا زيزو، الهي يتعبك ما يحرمك يا رب. خلاص انت هتشحتي، ربنا يحرمك من هبل، منك لله، انت السبب في الجواز وجع القلب ده. لو تصدق بالله، لولا البنت دي كان زمانك هايم على وجهك. ده انت ضايع يا ابني. هايم على وجهي؟ اقول لك على حاجه. كل اللي حصل لك ده خير وانا فرحان فيك، عشان تعقل كده وتبتدي على نضيف. خير ايه يا ابني؟ بقول لك سفلتوني، يعني اتقشفرت خلاص. اللي عملته راح، فضلش منه غير 20%، ويا ريته سالك، ده معظمه متجمد. وتقول لي خير؟ ايوه طبعا خير، على الاقل انت انسلخت من النظام الفاسد اللي خلاك جزء من دوله عميقه، وفرحان لي بنفسك وفاكر نفسك عايم على وش البحر. لا يطفو فوق اسطح البرك الاثنه الا اقذر الطحالب. طب ما انت من اقذر الطحالب يا اخويا، ما طفتش ليه؟ عشان احنا اصحاب يا تكنيله. للاسف. اقول لك على حاجه، ال 20% اللي مش عاجبينك دول يخلوك اغنى من 70% من سكان مصر. 70% من سكان مصر تحت خط الفقر مش لاقيين ياكلوا. اسكت يا عم. يا عم سمع سمع سمع، اقعد كر الكلام اللي انت حافظه ومش فاهمه. يا ابني الكلام ده خلص من الستينات، ده ضحك على الدقون. يعني نظام بص العصفوره، افهمك ازاي انت؟ بس كلمت المحامي؟ كلمته، وهنروح له بكره. طب يا اخويا خليك انت في البرك الاسنه بتاعتك دي. طب خد لك نفسيه انت. انا خدت الولاعه. طب ماشي، بس دي ب2 جنيه. انا الحالم، انا الناقم، انا المحبط، انا المتفائل، أنا الدرويش أبو الدرويش، صلاة الثورة ما تفوتنيش. ويا غلبي تشتري معاه علم، تشتري علم تاخد معاه ليزر. سامعني يا حاج؟ بينظم ضربات القلب، بينشط الدوره الدمويه، بيخلي حماتك راضيه عليه. الليزر السحري، الليزر السحري يقرب البعيد يبعد القريب، فاهمني يا حاج؟ خد معاه العلم ده، هديه تحيا مصر. ولا انت ما بتحبش مصر؟ انت محمود، انت برضه بهدله يا محمود. مين يقعد؟ طب استخراط ده، استخراط ده بتاع الجمود اللي بقاله 30 سنه بيشتري بدل ليزر. مين هو اللي قال ليزر ظهر من 30 سنه؟ ده بقاله في ايام الهوجة ابن النصارى. هوجة وانت ليك دعوه بالهوجة ده؟ رايح فين يا عم محمود؟ خد بص يا حاج. بص يا عم محمود، بص يا عم محمود، ده جهاز كشف الكذب تحطه على مراتك، على اولادك، على عيالك، تعرف البخفيه في البلد دي.
اشتريت؟ خد ليزر ومعاه ليزر هديه. اسمعني يا عم اخي، خليك تبوك طوال عليا اللعبه. افتح معايا الوش، افتح معايا الوش على النبي. اه انا بتقول لي كده؟ طب انا هو اللي بيجي يعني. يا عم انت لسه عايشين يا ولاد الكلب؟ اهو 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 اهو. كفارة زيزو كفارة، نورت الشارع والحارة. كفارة زيزو كفارة، نورت الشارع والحارة. هات لي عطية ثلاث حتت اي جي 90. عيني اي جي 90. وحتتين اي 82. اي 82. وهات لي يا اخويا تابلت جي بات 4. احلى جي بات 4. وعايزه بقى اللي سي دي 32 بوصه. دي واحده بقى. اكتب اللي سي دي 32 بوصه. 32 بوصه. ها وهات لي غساله 6 كيلو. غساله 6 كيلو. وثلاجه 14 قدم. ده انت تأمريني. 14 قدم. هوا اجيب المفتاح واروح اجيب لك الحاجه. وريني يا اخويا. كله عندنا في المخزن. روح هتلاقي بقى كل الحاجات اللي عايزها في المخزن. اسمع اوعى تجيب من عند انديل، هات من اي حد تاني زي ما جبت المره اللي فاتت. حاضر يا نادي. هوا هوا ده المره دي لما بتيجي بتسحب الهوا كله اللي موجود في المعرض. مقريشه تخنقني. مقريشه معلش. يلا بس ما تاخرش. اهلا يا حلوه. ماشي معلش. منوره عروسه. اتفضلي اتفضلي. شرب حاجه. يزيد فضلك يا اخويا، هات لي عناب عشان الضغط يا اخويا مش متظبط. يا بعد الشر عليك. يا ركبي والنبي يا اخويا، من الصبح بلف على كعوب رجليا لما الدوالي نقحت عليا. ربنا يشفيكي ويشفينا. اهلا اهلا. بقول لك ايه، اجيب لك يا اخويا حبايه زرقاء ولا خلاص قلبك ما بقاش يتحمل؟ زرقاء يا وليه، ده قديم قوي. دلوقتي الذهب والاسود الصيني ده الموضه. موضه؟ اه اجيبه لك. تجيبه لك؟ اجيبه لك انت. يلا في ايه؟ الحق يا معلم. ايه عبد العزيز رجع الشارع؟ والله زمان يا ابني. يا زيزو اهلا يا ابن عبد الرحيم، نورت الشارع. كفاره السجن للرجاله يا معلم شرشابي. ما قلناش حاجه يا حبيبي. نورت. جاي زاير بقى ولا طاير؟ قاعد حاطط. حاطط ولا نسيت يا معلم شرشابي؟ لا انا بس اجيب بالي، يعني عبد العزيز ايه اللي هيجيبه في وسط تجار عبد العزيز؟ ها من فات قديمه تاه، واعمل حسابك انك هترد حته من قديمه. الفلوس اللي ليا عندك. فلوس ايه هي ناقصاك؟ اقف في الطابور يا اخويا معاه. ده الدايره قد كده جت منك انت كمان. يلا بقى. ليل مصحياني من الحلم ده عشان الليل؟ ما يجي الليل ولا يتنيل الليل، انا مالي يا اختي؟ قومي عاوزي بقى معايا شويه بدل من قاعده لوحدي كده زي قرد قطع. بتصحيني من النوم عشان اقعد معاك انت؟ هقعد اتسامر معاك انت يا معفنه؟ قومي قومي من جنبي. ما انا بواسيكي اهو واقعد معاكي بدل ما انت واحده نية. لا عايل ولا تايل ولا جوز ولا موز. امشي اطلعي بره يا ولاد، امشي اطلعي بره وروحي اعملي لي فطار.
دي حتى الجوزين اللي اتجوزتيهم واحد اتكل والتاني رقد على البرج. الا انت بتقطميني يا وليه انت؟ انت صاحيه تنكدي عليا؟ اطلعي بره اطلعي بره واعملي لي فطار، زهقتيني في عيشتي. حاضر هقوم اعمل لك الفطار. ايوه لا 28 حته متنوعه كده مختلفه، ماركات مختلفه. مش عايزين نكشف السوق، لازم بضاعه تبقى حاضره عندنا كل الانواع. اسمع بس الكلام، ابعت على طول ما يهمكش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ماشي مستني انا بقى البضاعه، ما تغيبش عليا. يلا بالسلامه انت. الف سلامه. ايوه يا استاذ. هو مش ده معرض الحاج وهدان؟ وهدان مين؟ انا البلعوطي. ايه البلعوطي يعني؟ انا المعلم بلعوطي مأجر المعرض ده. امال الحاج وهدان راح فين؟ وهدان مين؟ وهدان الله يرحمه. لا اله الا الله. لو انت مأجر هنا؟ مأجر المعرض ده من صاحب العمارة. طب طالما بقى مأجر من صاحب العمارة وزيتنا في دقيقنا، انا كان ليا عند الحاج وهدان فلوس واكيد انت خدت المعرض. لا 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 ما تكملش، انا مأجر المعرض ده على الفاضي. اما بقى اذا كان ليك يا باشا عند الراجل فلوس عليك وعلى الورثة بيه، ولو اني ما انصحكش لانهم عجنتوا بكح تراب. شرفت يا استاذ. وقلت لي اسمك كريم ايه؟ بلعوطي. بلعوطي ايوه. سلام يا عدينك فيكوا شر الجايين. يا ساتر. ازيك يا عم خليل؟ اهلا استاذ عبد العزيز. ازيك يا عم خليل؟ الحمد لله بالسلامه. ازي حالك؟ ازي حالك؟ اتفضل. اخبارك ايه؟ دلوقتي يا عم خليل انا كنت عايزك في موضوع. من غير ما تتكلم، البضاعه بتاعتك لسه عندي زي ما هي في كراتينها. يا نهار اسود، يعني انت ما بعتش حته واحده طول الفتره دي يا عم خليل؟ السوق نايم يا ابني بقاله سنتين، والبضاعه قدمت وما بقاش عليها طلب. كويس قوي انني قادر ادفع الايجار. طيب انا هبقى تاخد البضاعه دي اي وقت. براحتك وقت ما تحب. سلام عم خير. سلام. مع السلامه يا ابني.